عسلامة، أنا محمد الفخر الوسلاتي المعد البدني. ابتديت مشواري في كرة القدم المحترفة مع النادي الإفريقي في تونس. اشتغلت في عدة فرق في النيفو بروفيسيونيل، في الوكرة القطري، في العربي القطري، ثلاث مرات النادي الإفريقي مع لي بروفيسيونيل، نادي حمام الأنف، نادي الرياضي بنزرتي، النادي المتلوي، واخر تجربه لي كانت هي مع شباب الثوره السنه اللي فاتت في بشار دانا غونوفلابل. ايفيكتيفمون جي ترافاي افيك كوتش جوزي ريغا في الكلوب افريكان ان 2018. جيتي تري موتيفي دو ترافاي افيك لوي اي جو سوي انكور موتيفي دو ترافاي افيك كوتش جوزي كار جو كوني لا بيرسون اي جو كوني لا ميثود دو ترافاي. كان انسجام بيناتنا كبير في النادي الافريقي، وان شاء الله العام هذا والسنة مع الجي اس كا تكون البريزونس نتاعنا لا كولابوراسيون وتكون كامله، ونعملوا باذن الله بيرفورمانس باهيه.